وأنا متذكر مثلا في أحد المرات كنا في المجلس العسكري وكان مكاني جنب لواء في التحسيس، كانوا مدير مخابرات حربية. وبعدين فحصلت أزمة ما بين الإخوان وبين الجيش في مارس 2012 قبل ما يوصلوا السلطة، وكان لسه محمد مرسي ما ترشحش، كان اللي بيتقال عليه هترشح هو خيرت الشاطر. وبعدين جاني محمد مرسي، كنا عاملين اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب، وكنا عدد من مجلس النواب 4 موجودين في الاجتماع ده. فجاني محمد مرسي قال لي أخ مصطفى، يعني أنت قريب من السيد المشير، فأنا عايز أقعد معاه عشان نصفي الخلاف. فكانت ترابيزة الغداء بيبقى عليه السيد المشير والسيد فريد سامي عنان والدكتور سيد البدوي وأنا. فما يلتع السيد المشير، فبقول له فندم يعني محمد مرسي عايز يقعد معاك، عايز يوضح. قال لا ما حبش أقعد معاه، أقعد أنتوا واللواء فتح سيسي واللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصر. وفعلا قعدنا احنا والأربعة، وأنا كلمت يعني ورحت نازل، كان مؤتمر صحفي كنت بقول بيانات المجلس العسكري في الوقت ده، فنزلت تحت وقعدت مع الصحفيين وقلت لهم ايه اللي حصل في الاجتماع. ونزل محمد مرسي، أخ مصطفى قال الأخ عبد الفتاح السيسي ده كده حافظ القرآن وحافظ الحديث ورجل عقلاني ورجل كذا ورجل كذا. طبعا بعد كده ما بقاش كده عبد الفتاح السيسي في نظرهم، لأنه خد مواقف وطنية، لكن هم كانوا متصورين أنه إخواني في هذا الوقت، وكانت عندهم قناعة بهذا الأمر. الحاجة الثانية، لما حصل أنه صدر الإعلان الدستوري المكمل أو الإعلان الدستوري الانقلابي في 22 نوفمبر، في اليوم ده كان يوم خميس، أنا رحت الصبح جاتني معلومات، رحت أسأل على النائب العام، كان مشغول في هذا الوقت مستشار عبد المجيد محمود. فرحت في هذا الوقت قابلت مين؟ قابلت المستشار عدنان فنجري، كان ده النائب العام المساعد، مع المستشار مصطفى سليمان كان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهره. فبقول لهم يا جماعه على فكره النهارده الساعه 4 هتيجي جماعه الاخوان وتحاصر مبنى النائب العام عشان يطردوا النائب العام، والساعه 7 هيطلع بيان يعزل فيه المستشار عبد المجيد محمود، وفي نفس الوقت يحصل موقف ضد المحكمه الدستوريه العليا. وعرفت المعلومات دي منين؟ عرفت، ما هو صحفي بقى، ما احنا بنتكلم عن الصحفيين. فقالوا لي كان مين المصدر بتاعك؟ لا ما الصحفي اللي يكشف عن مصدره. فقالوا لي من انهي جهه المصدر؟ من اي حته، زي اختار اللي انت عايز تختاريه. فالمهم فقالوا لي مش ممكن يحصل كده، قلت لهم لا هيحصل كده. الساعه 4 بالظبط كان جماعه الاخوان بتحاصر، الساعه 7 كان طلع البيان لعزل المستشار عبد المجيد محمود. تاني يوم كان ده يوم خميس، يوم جمعه بقى كلمت انا والمستشار عادل السعيد، كان رئيس المكتب الفني للنائب العام. فسالت المستشار احنا لازم نتصرف، فقال لي انا رايح عند المستشار عبد المجيد محمود في بيته، ما تيجي نقابل بعض. فرحنا يوم الجمعه 23 نوفمبر، رحنا هناك قابلنا المستشار عبد المجيد محمود، لقينا عدد من المحامين العامين بقى، المستشار علي الهواري وعدد كبير يعني. فالمهم فتكلمنا مع المستشار بيجيد محمود فندم طبيعي العمل، قال انا مش هسيب حقي وانا واقف في حقي. قلنا طيب لازم نعمل بيان. فالحقيقه اوكلني انا وعادل السعيد ومستشار هشام دردلي، عملنا البيان اللي تاني يوم اتوزع، وزعه المستشار احمد زين. المستشار احمد زين الحقيقه يعني كلم المستشار بيجيد محمود قال له لازم تيجي، وجي المستشار عبد المجيد محمود في الجمعيه العموميه بتاعت 24 نوفمبر، وزعنا البيان، طبعت البيان في الاسبوع ووديته هناك وتوزع على كل رجال القضاء. اتكلم المستشار عبد محمود بكل جرأة وبكل قوة عن موقعة الجمع وإيه اللي حصل وليه بيمارس الإرهاب ضد النيابة العامة في هذا الوقت ومين اللي ممكن يبقى وراء هذا الذي حدث. وبدأت الأحداث تتداعى، وبدأنا نشوف أحداث الاتحادية في هذا الوقت اللي حدثت ابتداء من يوم 4 ديسمبر لما الناس طلعت على الاتحادية بعد اللي حصل بعد الإعلان الدستوري، وبعد المظاهرات اللي اتعملت قدام جامعة القاهرة من السلفيين والإخوان، وبعد إحصار المحكمة الدستورية العليا بقيادة صفوت حجازي، ادينا الإشارة نجيبهم لك في شكارة. وبعدين فطلعت الناس على الاتحادية. الحقيقة أنا هنا بقف وبسجل موقف تاريخي للسيد الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة اللي كان في الوقت ده قائد الحرس الجمهوري. محمد مرسي طلب منه قال له خلال ساعة عايزك تفض الاعتصام ورفض. الحرس الجمهوري لازم يطلع ويصطدم بالناس ورفض. وحصلت أزمة شديدة. وقال له محمد زكي فضل حتى اللحظة الأخيرة قال له يا فندم أنا
اللي يدخل جوه القصر اقدر اخد منه موقف، انما خارج القصر ما اقدرش اخد منه موقف. وايضا من المواقف الهامه اللي هو احمد جمال الدين وزير الداخليه، والحقيقه اللي كان بيشرف على هذا الامر بالحرص على الناس وعدم المساس بهم كان الفريق اول في تحسيس وزير الدفاع، خصوصا في اليوم التالي اللي جت فيه ميليشيات الاخوان بقياده احمد المغير والبلتاجي والعالم ده ودخلوا قلعوا الخيام وولعوا في الدنيا وبداوا يضربوا في الناس بهذا الشكل، وشفنا المظهر لما خدوا الناس جنبهم. في الوقت ده بقى النيابه العامه ظهرت، المستشار ابراهيم صالح اللي كان رئيس نيابه مصر الجديده اللي رفض يحبسهم حسب قرار النائب العام، يعني لو تتذكري مرسي طلع واتهم الاولاد بانهم تبع احمد شفيق وتبع مش عارف مين وتبع بلطجيه ايه ايه ايه، وطلع تاني يوم لما اتحقق والمستشار ابراهيم صالح لقى ما فيش الكلام ده كله افرج عنهم بعد ما تشاور مع المستشار مصطفى خاطر، وعشان كده النائب العام المعين راح عز الاثنين. طيب في الفتره دي نقدر نقول ان كان في الى حد ما حياه سياسيه او ابتدت تتخلق، ابتدت تتولد حياه سياسيه حقيقيه في مصر، والشباب يفهموا ايه اللي بيحصل ويقولوا لا احنا مع ده، لا طب مع ده، ابتدى يبقى في حياه سياسيه في الشارع المصري. لا هو في دفاع عن الدوله الوطنيه، الناس حست ان البلد اتخطفت. فبقى الراي العام المصري يظهر، يعني مثلا مستشار عبد المجيد محمود قال ايه؟ طلع في التلفزيون قال ايه؟ قال يوم 23 اغسطس صدرت تعليمات من محمد مرسي. كان في اعداد لمظاهره يوم 24 اغسطس، يعني بعد ما جه محمد مرسي بكام يوم. انا متذكر انا يوم ما مات الفريق اللواء عمر سليمان رحمه الله عليه الله يرحمه وجابوه عملنا مظاهره في 21 يونيو، شالوني الناس كنا بنهتف يسقط حكم العسكر. فحتى اخويا محمود الله يرحمه كان قلق جدا، يقول ازاي تقول كده الدنيا هتتقلب عليك، قلت له تتقلب تتقلب. الناس بعد ثلاث اسابيع من وصول مرسي للسلطه كانت ضد لانها كانت عارفه ان الدوله هتختطف. فما بالك لما تبقى في وعي وطني وصحوه وطنيه في كل الاتجاهات في كل المؤسسات ان البلد بتروح في ايد الاخوان. ماشي، الحياه السياسيه دي راحت فين دلوقتي؟ ليه ما بقتش موجوده؟ بصي ما اقدرش اقول ما بقتش موجودة. لا بتلاقي ليه الناس ما بقتش مهتمه؟ ليه الناس ما بقتش عايزه تسمع؟ بصي ما بقاش عندهم اتجاهات معينه. بصي يمكن احنا تعرضنا لضخ اعلامي وحرب اعلاميه وما يسمى بالجيل الراوي من الحروب ومحاوله السخف بكل شيء، لكن تعالي شوف في أزمة غزة في حرب الإبادة، هو المصريين دول مش هم اللي مولعين الدنيا، مش هم اللي قدموا المساعدات، مش هم اللي بيغلوا، مش هم اللي ما بيناموش عشان أهلنا في غزة؟ ما ده موجود، ما ده شعور قومي وشعور وطني في نفس الوقت. مش هم اللي واقفين ضد مسلسل التهجير ومؤامرة التهجير اللي عايزين يعملوها؟ مش هم الشباب دول اللي طلعوا للرئيس السيسي في الانتخابات كما لم يخرجوا من قبل لأنهم حسوا أن الوطن في خطر؟ المصريون تكتشف معادنهم في ساعة الخطر تلاقيهم معاك. طيب الإخوان عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ الإخوان عايزين هدم الدولة. الإخوان ليه؟ لأنهم يريدوا السيطرة والهيمنة على كل مفاصل الدولة المصرية. وبعدين؟ ولا قبلين يودوا البلد في داهية، هو ده هدفهم. إنك تحول لو خدت سينا وعملتها إمارة إسلامية أو هكذا يسمونها فأنت منتصر، ما هو كان ده المفروض يتعمل. وكانوا بيعملوا خطة بهذا الاتجاه، ازاي نحول سيناء الى امارة اسلامية حتى لو سيبنا مصر. الوطن بالنسبة لهم كما قال سيد قطب قطعة من تراب عفن ليس اكثر من ذلك، ده الوطن. انما الوطن بالنسبة لنا احنا حاجة تانية، الوطن بالنسبة لنا هو الحياة، هو الدنيا، هو البلد، هو المصير، هو الروح. انما هم يقول لك عادي جدا ما عندناش مشكلة ناخد حتة ارض ونقيم عليها الخلافة الاسلامية.